الكرام بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد. بسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الأستاذ كمال هايل صلاح. بداية أستاذ كمال أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا في البداية وبعيدا عن الألقاب نتعرف بشخصك الكريم أكثر. كمال صلاح مين هو؟ كمال صلاح شخص عادي متواضع طموح، بديت طفولتي بلبنان، خلقت بلبنان وبعدين انتقلت لسوريا بعمر بكير ولا؟ ايه لا انتقلت بسن 12-13 وكملت دراستي بسوريا. بسوريا وكان لازم علي بعد ما خلصت الثانوي انه انا لحتى اقدر امشي حالي، لانه بتعرفي اسره مؤلفه من 10 يعني اخوه كان صعب شوي الامور كانت صعبه الاوضاع يمكن ماديه، فكان حتما علي لازم اشتغل وادرس. جميل. اخترت الدراسة والشغل، لكن الشغل كان بمجال السياحة اللي هو الفنادق. جميل. وعملت بفندق. كانت صعبة شوي انه انا انسق وقتي بين الدراسة وبين الشغل وانا ما في حل، لازم لحتى ادرس لازم اجيب فلوس. ما كان في الامكانيات اللي تسمح مع الوالدة يقدم لعشر اولاد يعني. اكيد. فانا اضطريت اشتغل وانا الاكبر وانا المعيل، فكنت اشتغل وادرس. واثناء دراستي فعلا نجزت بالجامعة اول حمد. سنة وثاني سنة، لكن اللي خلاني الفارق بحياتي انه حبيت الشغل. والشغل كان بمجال السياحة بمجال الفنادق الF&B الاطعام. والحقيقة اشتغلت بفندق كويس 5 نجوم وبديت تدرجت شوي شوي، لكن بسرعة اخذت البوزيشن الكويس اللي هو بالفنادق. بتعرف صار لازم يكون عندك F&B مانجر، مش بسهوله بتاخذه، لازم يكون عندك يعني شوي باك جراوند كويس وعندك نولج علم بالمصلحه. اوقات ممكن نحكي انه حبنا لهذا الشيء ورغبتنا فيه هو ممكن يخلينا انه نطلع بسرعه وناخذ احد الاسباب. اللي نجحتني انا بحب عملي وحبيت العمل هذا. وتأثرت كان وقتها بصاحب الأوتيل، هو شخص عصامي كمان، بدي نفس الشيء، بدي لا شيء من لا شيء، وبعدين كون فنادق وثروة حول العالم. هو بيعتز بماضي، هو معروف، شخص معروف اسمه سليمان لصدين الله يوجه له خير. فأنا قلت خليني جرب، بلشت وصلت لمرحلة متقدمة بهالعمل. وتركت بهذيك اللحظة تركت الدراسة ما كملت. ما كملت لأنه لقيت أنه مستقبلي فيها هون، ممكن ألاقي مستقبلي فيها. هاي العمل وقطعت شوط كبير فيها. يعني لتصيري أنت من أقل بوزيشن لحتى تصيري F&B مانجر، أسيستنت جنرال مانجر، انتقلت لفندق تاني جنرال مانجر كمان بفندق 5 نجوم. بوقت قد ايه؟ بغضون قد ايه هذا كان؟ هدول كانوا يعني عم تحكي بين شي 13 سنة ما شاء الله. ايه 13 سنة تقريبا. النقلة النوعية بالعمل او بالرتبة كانت خلال 5 سنوات. جميل. من 88 ل 92 خلال 5 سنوات انت هي النقلة النوعية. هي النقلة النوعية اخذت البزجر. النقلة اللي اقوى كانت من 92 ل 97 اللي هي كنت فيها مدير عام. جنرال مانجر. كنت مدير عام. هاي الحقبة هاي كانت في سوريا. هاي الحقبة بسوريا. هاي الحقبة أعطتني خبرة، أعطتني شكل كبير من تجربة بالحياة، علمتني أنه فعلاً صرت أنا بالنسبة لهالموضوع اللي هي صناعة السياحة أنا صرت ملم جيد، أنا صرت خبير فيها، أنا صرت واثق من نفسي. صحيح، صرت تحب هالشغلة أكثر ممكن. بالضبط، صرت أحبها أكثر. هون كنا بسوريا وسوريا الحمد لله كانت مزدهرة وما زالت إن شاء الله. إن شاء الله. كان نسمع بدبي، نسمع بالخليج كله، الخليج وبتعرفي كان وقتها ايامات الخليج. صح. يعني طالع التطور اللي عم، لكن كانت يعني النجم النجوم هي كانت إمارة دبي. بشكل عام يعني الامارات كلها حلوه ومرتبه، بس كان البزنس اكثر شيء يعني الضوء كان يعني واضح على او مسلط على دبي. وكان يحكى دائما انه دائما اي عمل بدك تعمله لازم يكون في قوانين، لازم يكون في مناخ استثماري. صحيح. اللي غالبا هو بيحمي المستثمر. أكيد. هو بيجذب المستثمر. لأي. فكنا نسمع فيها وندرس ونطالع بعيد، لكن ما في نيه كان او ما في حكي انه انا اكون إنه يوم موجود هون. لكن شو خلى هالنيه تصير؟ كنت عندي رغبه ونصحني احد الاصدقاء وقال انه بدبي بلد حلوه وجميله وطالعه وجرب.
لكن بس انت كنت في مكان يعني كبير، كنت يعني في مكان بالزبط. وتعبت لحتى وصلت لهذا المكان، مش سهل انه انا انقل كل هذا الاشي واتركه وانقل لبلد ثاني حتى لو فيها طلب، لانه يعني مزبوط تفضل. في خلال فتره هاي الخمس سنوات اجاني عروض كثير، فانا اقول انا مش مضطر اتغرب. صحيح. وانا اموري ماشي هون، وانا واحد من عشرة لا ناجحين يعني ناجحين على مستوى سوريا. اللي عندك انت فنادق الخمس نجوم يعني معروفه، وانا واحد منهم. فكنت اقول انا ليش لروح، انا ببلدي كويس ماشي حال. وبعدين كتر الحماس والترغيب وجذبتنا السمعه الطيبه شجعتك لحتى فاخذت قرار بال 97 انه اجي على دبي. جينا على دبي، عملت سيرش قبل ما اجي، ما في شيء يعني بيوحي الا بالايجابي وبشجعك تجي. ولما جيت الحقيقه هي ارض خصبه للاستثمار. لما جيت شفتها على الواقع احسن من الصوره، شفتها احسن مما سمعت عنها. يعني كل الاشياء الجميله اللي بتخص مش بس صناعه السياحه، اللي بتخص العيله الاسره، أكيد. بتخص اولادك، هي بتحمي شخص من كل جهه. بتخص الأسرة، العائلة، الأولاد، لأن أثمن شيء بالدنيا تعليمهم، تطويرهم. صحيح. أنا صراحة أخذت قرار، وكانت البداية بالسبعة وتسعين. كيف كانت؟ أنه نحن يعني حظيت أنا بشخص رائع جدا، هو من أبناء البلد الحلوة، معروف أبو خالد عبد الله الدبوس، الله يوجه له خير، موجه له تحية. أكيد نوجه له تحية. اللي هو له الفضل بهي القصة. وبدينا نحن وياه بمطعم أول صغير، درسناه، طورناه، غيرنا الكونسبت تبعه، وبدأنا من البداية. كنت أنت يعني دخلت في بقوة في هاي اللجنة. بالضبط. وبعرف شو بده، قلت لك انا يعني بالنسبه لي يعني هذا شيء بسيط، عمل صغير بالنسبه لي، فانا دخلت وعرفت شو بده وطورته، والحمد لله الله عطى من هالمكان هذا، الله عطى. وكانت البدايه بال 97 ب 8/11 97. جميل. فالحمد لله نجح وبدينا. كان باسم طبعا كان الكونسبت لبناني، اللي هو المطعم اللبناني. جميل. ايه نحن بعدين طورنا الاسم شوي، سميناه مطعم أرز لبنان، صارت مجموعة أرز لبنان لليوم، صارت هلا مجموعة الدبوس اللي هي باسم الشخص العزيز علي كتير، اللي هو كمان مالك الكبير فيها، واللي هي بتملك يعني كانت أرز لبنان وزيتوني وميركوري، وعندها استثمارات كمان بمصر. يعني عم نعمل شيء. احنا حكينا يعني بشكل عام كيف كيف تطورت وكيف صارت، لكن ما حكينا بالتفاصيل، ما حكينا شو المحطات اللي مرقنا فيها، شو الصعوبات اللي واجهناها، كيف قدرنا نتميز ونثبت وجودنا ونستمر بهالظروف. يعني اوكي، هي الامارات هي بلد تطور وبتعطينا فرصه لانه احنا نكبر ونستثمر، لكن بنفس الوقت ما ننسى انه في منافسين كثير اقوياء. كيف قدرنا هاي احنا نقطه مهمه جدا. هون ما في حدود، ما في قيود، انت اثبت نفسك. اكيد كثير مهم. يعني انا لفيت كثير بالعالم، ما في هاي المنافسه العالي اللي موجود بدبي. صحيح. ما في مستوى النظافي اللي موجود بدبي، ما في مستوى الرقابي اللي موجود بدبي وخاصه بما يخص الاكل، ما في القوانين اللي هي بتسهل لك. اكيد كل هذا اعطينا للكل ولكل المستثمرين. صحيح. لكل الجنسيات سواسي. انت هون اشتغل، فلا تشتغل. صحيح. بدك تكون منافس بالجودة، بدك تكون منافس تكون بالسعر. أصعب هون الأمور. نعم، بالسعر، بدك تأدي خدمات كويسة، بدك فعلا تعمل صناعة. هن عم بيقولوا لك نحن عملنا لك كل شيء، انت حط الشيء اللي أفضل. صحيح. فاليوم مش بس فتحت مطعم وقدمت أكل، في كتير خلف القصة هاي قصص كتير. أكيد. صغيرة 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 تفاصيل يمكن ما حد بعرفها. بالضبط. بتساعد على انه تمشي، ومش سهل تعمل انت. يعني الله يطول بعمره الشيخ محمد بن راشد كان حاطط بورد كبير مكتوب على احد شوارع دبي، بقول مش مهم يكون معك انت 200 مليون دولار، المهم الشخص. صحيح. اللي بيقود ال 200 مليون دولار. صحيح. وهي كمان يعني كنا نحن ناخذها ونحكي فيها ونقول اوكي، انت عندك هالمبلغ صغير حطيته، مثل ما انت بدك تدير، بده يكون التيم كمان تبعك. أكيد. جيد. أكيد. اللي هو يرفع من مستوى المكان
ويخلي هالمكان منافس يكبر. كويس صحيح. إيه؟ صحيح. فكنا كمان نواجه مشكلة بموضوع العمال والموظفين. إيه؟ لأنه أنت عم تقدم مستوى كويس، لازم الكل يكون الموظفين بالضبط. إذا كان مستواهم كويس بيرفعوا المكان، إذا مستوى مش كويس بينزل المكان. وهذا ينطبق على كل المجالات، أكيد. السياحة والتجارة والصناعة والزراعة وأي شيء شخص أهم من المشروع. أكيد أكيد. فالحمد لله، الحمد لله. بحكم خبرتي كمان أنا ساعد هذا الشيء. أنا ما كنت جيب موظفين جاهزين بيعرفوا، أنت كنت عم بتدرب. جيب ودرب. وأول فرق هاي بتفرق، يعني أنه من كتير بتفرق، كتير بتفرق. أنه أنت بتعملي الشغلة بتصوريها، أنا بدي إياها هيك. بتجيب الشخص هو بيعرف شوي، عنده خبره شوي، باك جراوند شوي، بشوفها بضل يعمل كوبي منها على طول. انت لما هو ما بيعرف، انت بدك تفكري له شوي وتساعديه ليصير ياسس. هلا لما انت صار هيك عرفتي شو بدك، عارف شو بدك، أكيد. اشتغل. أكيد. نجح الموضوع، عمل اللي عليه هو، والباقي علينا كماركتينج. صحيح. نحن بنعمل ماركتينج كمان له بعد ما نضمن انه نحن القاعده سليمه عندنا كموظفين وعمال. واتبعنا هذا الاسلوب، كنا نجيب ندرب ونعلم. هي من احد الاساليب اللي نجحت مجموعه الارزاق. هي بتقديري احد الاساليب المهمه، لانه انا عندي خبره بالموضوع. لو انا ما عندي خبره بالموضوع بدي استعين بخبرات. اكيد. انا كان ممكن هاي الخبرات ما تكون النيه صادقه بالضبط. والخبرات بتعرفي كل واحد عنده اتجاه، واحد باليمين واحد بشمال، واحد هذا مالحه هذا حلوي. لا انا بعرف شو بدي، فانا رسمت الخطه، دربت الموظفين. اول محل عملته، بدات اعمل الثاني، كنت مجهز ستاف عندي بالمحل الاولاني نفس الشيء، نقلت على الثاني، عملت الثالث، وهكذا الرابع الخامس السادس السابع. كلها اليوم موجوده في دوله الامارات ولا في المشاريع هي كلها موجوده كلها بدوله الامارات. وانتقلنا لمصر كمان، عم نسوي بمصر هلا، بدينا بثلاث مشاريع كمان بمكان كتير راقي وجيد، ومستثمرين اماراتيين اصحاب المشاريع اللي بمصر كمان. ما شاء الله. يعني كمان مصر ما شاء الله دوله كبيره واستثماراتها جيده جدا، وانتقال المستثمرين الكبار لهنيك دليل عافي. صحيح. للامارات ولمصر. اكيد. فنحن كمان اخذنا معهم وعم نفتح ان شاء الله بالتوفيق لكم. لكن خلينا نحكي اكثر عن مجموعه الارز. نعم. اللبناني، نحكي عنها، عن الخدمات اللي فيها، شو الإشي اللي بيميزها عن غيرها؟ هاي المطاعم كتير مهم تكون مستوى عالي من الجودة بالأكل، والحمد لله نحن محققين هذا. الحمد لله. لأنه مثل ما بناكل أنا ومدامتي وأولادي وأصحابي وأهلي، الشيء اللي أنتم بتاكلوا بتقدموه للكاستمر. وبنختار دائما أجود أنواع اللحوم، أجود أنواع البقول، أجود أنواع الطيور، لأنه اليوم في كمان بالسبلاير منافس جدا. أكيد. بتلاقي كيلو لحم ممكن بخمس دراهم، وكيلو لحم بثلاثين. صح. نحن ما بنسترخص، نحن منجيب أحسن شيء لحتى نريح راسنا، لأنه نحن عندنا مجموعة كبيرة. أكيد. وعندنا مطبخ مركزي كبير. صحيح. عندنا مطبخ مركزي كبير بيغذي. بتهمكم الاستمرارية أهم طبعا. من نحن ما منطلع لبكرة، عم نطلع لقدام. كيف بنستمر؟ صحيح. نستمر هيك معناته في إشي لقدام، في طموح. إيه طبعا في طموح. نحكي في المستقبل شوي. إيه نعم. الطموح كنت أنا دايما أقول بدي وسع بكل الإمارات. اللي حد من هذا التوسع كنت أقول لازم أنا أكون موجود لحتى ضل بنفس المستوى. صحيح. نفس النجاح. صحيح. فقال لي بده، إذا بدي أنا وسع بمكان تاني رح يبعدني عن المكان. أكيد. ما رح أقدر أغطيه. كنت خاف إنه إذا بعدت ما يكبر زي ما بدك المشروع، أو ما ينجح مثل ما بدي. لذلك اكتفيت بدبي. بس هلأ يعني التيم اللي ممكن عندي ممكن إنشال حاجز الخوف. نعم. لا مش بس إنشال، صار عندي تيم أثق فيه. وفعلا ترجمت انه انا رحت مصر بالتيم تبعي وعم يدير هناك بمستوى كأنك دبي. موجود بزياده. إيه. يمكن بمستوى دبي. نقلنا تجربتنا وخبره دبي ومستوى دبي على مصر، وما شاء الله هلا ماشي الحال تمام. وهي شجعتني انه انا روح الامارات تاني، وروحتي على مصر ممكن روح كمان دول تاني ووسع الاسم. واوريدي نحن هذا الكونسبت يعني عندنا ملكيه. صح. له بكل دول الخليج وجزء من دول العالم. ان شاء الله بالتوفيق لكم. الله يخليك. ونتمنى لكم ان شاء الله دوام النجاح والاستمراريه للامام ان شاء الله. وان شاء الله بكره بنسمع باسمكم بكل انحاء العالم. شكرا لك. ان شاء الله. لكن اليوم احنا زي ما بتحكي حضرتك، احنا عم نحلم وعم نروح لكل الامارات، وبدنا نحقق احلامنا وبدنا نوسع مشاريعنا لاكبر قدر ممكن.
كنا بنعرف انه هذا الشيء ما بتحقق بدون الاستقرار وبدون الامن وبالامان. ومثل ما حكينا في البدايه، برايك هالمنظومه هاي، منظومه الامن والامان اليوم موجوده في دوله الامارات، قديش لها دور على تطور الاستثمار ونجاحه؟ وعليك انت شخصيا قد ايه اعطتك دور لحتى تقدر، قديش اثرت عليك لحتى تقدر تكمل؟ بتعرفي انا جيت من لبنان، لما طلعنا من لبنان طلعنا نتيجه الحرب. اكيد كان يعني عشت تجربه. ايه عشت تجربه. وهلا لسه انا والدتي يعني لها جذور لبنانيه، وعندي قرايبي وبمر على لبنان وبشوف الابني اللي بعدها عايشه هذيك الايام، كيف الرصاص والدمار بعده فيها، في جزء بعده ما ترمم. جينا على سوريا حاملين هي التجربه، في عنا كمان حيطه منا، والحمد لله كانت الامور طيبه جدا بسوريا واستمرت. وبعدنا نحن هي التجربه منقدر هالفارق الكبير، هالامان هالامن الموجود هون قديش له قيمه. صحيح. هذا كله ما بيتثمن، مش بس انه والله انا على شغلي، مش بس على فلوسي، عندي اغلى من هيك بكثير، هني اولادي وهني بيتي والعيله واخوتي، هي شغله ما بتتثمن، يعني هي شغله ثمينه جدا. انه انا بناتي بيطلعوا على الجامعه بيرجعوا بروحوا على بالليل بيسهروا مع اصحابهم وكذا، الاشياء الاساسيه ما بنخاف منها. هي مش موجوده ولا بكل دول العالم. الحمد لله هي البلد الحمد لله، يعني بفضل الامن والامان والحكام واللي عاملين حتى هيك يعني جذب فظيع، مثال للعالم. انا بقول يا ريت عندنا مثلهم. اكيد يعني دائما احنا بنحكي اكيد دائما بنحكي انه الفضل اكيد بعد رب العالمين هو بيرجع لايادي بشريه، ربنا حطها على هالارض لحتى تحافظ على هالنعم ولحتى تطور من هالنعم اللي موجوده. اكيد ما بننسى دور شيوخ وحكام الامارات، لكن نوجه لهم رساله شكر عبر برنامج. طبعا الله يطول بعمرهم ويديم عليهم الصحة والعافية، إنه سهرانين على حفظ الأمن والأمان، مش بس المواطن، نحن بنشعر حالنا ببلدنا المقيم. أكيد أنا بروح بخلص شغلي ما في فرق بيني وبين شخص ابن البلد. صحيح. بالشارع أكيد. بالشارع بيحترمني وبيحترموا القوانين أكثر يعني منا يمكن، وبيخلوك إنه أنت تنحني قدام هالوضع اللي هن مسوينه هذا. أكيد. وتكون على يعني تكون دائما 100% صحيح. لكن ان شاء الله احنا دائما ندعي للامارات انه الله يديم عليها امنها وامانها ويطول بعمر شيوخها وحكامها. الله ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. نعم. بنهايه حلقتنا لليوم شكرا لمين بتحكيها؟ خليني اتشكر هالبلد العظيم وشيوخها وإلها فضل علينا، ما بننساه علينا وعلى اولادنا. نحن استفدنا ونحن ساهمنا يمكن بجزء بسيط يعني هيك بهالصناعة، انه كمان مع اخواننا المستثمرين والمقيمين والمواطنين انه نقدم شيء. صحيح. خلينا نتشكرها وندعي لها الله يحميها. آمين. ويحمي شيوخها. ومن كل قلبي والله بقول لكل مواطن انا اماراتي شكرا. وبخص بالشكر الشخص العزيز على قلبي كثير واللي هو كمان كان له دور بتجربتي ونجاحي وسندني صراحة، هو كمان عبد الله ابراهيم الدبوس اللي له الفضل من البدايات. نحن وياه احنا بنتشكره وبنتشكرك ايضا على هاللقاء الطيب وعلى هالكلام الرائع استاذ كمال، شكرا لك ولحسن استضافتك. نعم. وخاصه تلفزيون جوسات كمان والتيم، انا بتشكركم كثير على الاستضافه، وبتمنى كمان نستضيفكم نحن كمان عندنا بالمجموعه مجموعه المطاعم. ان شاء الله. شكرا لك استاذ كمال، برجع وبحكي شكرا لك ولحسن استضافتك، لان شكرا لكلامك الطيب ولقائك الرائع. شكرا لك. يا غلا وطن في قلوبنا يا الإمارات، يا عز كل الفخر يا تاج راسه، عهد علينا نصونك بكل الأوقات، وإحنا حرس مجدك وجد الرئاسة في شف